علامات ما شاء الله. شفت يا شكري باشا الهلافيت بتوعنا جايبين لك ايه؟ ده بايح عشان تشويها يا باشا وتتعشى بيها بالهنا والشفا. ما شاء الله ما شاء الله، اما مشكوره هنجز انجاز رائع والله. برنس. نعم يا باشا. خد اولادنا وروقهم وهندزهم، شوف طلبات تحت امرك يا باشا. اتفضلي يا كابتن. لو سمحت يا باشا. اتفضلي اتفضلي. يلا يا برنس تحت امرك. شيلوا نزلوا الجنينه، سيبوا عليه الكلاب لغايه ما يدفعوا اللي عليهم. امرك. يلا. متشكرين قوي يا برنس على العموم، يعني الشركه تحت امرك، سرقه، نهب، احتيال، توصيل المنازل. ايه ده؟ سوري، ده المبلغ ما يكفيش. فبلاش اللون ده معانا وخلوا نهار ابيض. ابيض؟ احنا اللي دهنا الابيض اسود علشان ما يبانش. لا مؤاخذه مش عايزين الفلوس دي، احنا بس بنعمل كارت تعارف. ولا تحب نرجع البضاعة دي لأصحابها هيدفعوا فيها أكتر؟ هو إحنا بنبيع ترمس؟ ده ترمس غلي وبدخلوه في البطاقة. الظاهر برنس بيعمل فرق السعر. شكر بيه. يا برنس في إيه؟ الولاد مش عاجبهم المبلغ ده. شكر بيه. ده كلام برضه؟ معلش عيل غلط. ماجي حضري 10,000 جنيه من عندك وهاتيه. معلومة إن الجايات أكتر من الرايحات. أنا بكرة عايز تفوت عليا في المكتب. عندي شغلانة حلوة، عايزة مخ صحي وخفة كده. يعني لو كنت سددت ثمن الشحنة بدل الكلاب ما تنهش في لحمك مش كان أحسن؟ ولا عاوزنا نرميك في الصحراء والغربان تكمل عليه؟ إيه؟ هتسدد؟ خلاص يا باشا، أحمد الجباس هيسدد المبلغ. شوف يا شاطر. رجالتي هوصلوك بره، تعملي فيها طرزان، واي حد يعرف ان انا اللي ورا العمليه هيكون اخر يوم في عمرك. المبلغ هيتحط في حسابي وعليه 25%. فوق التاخير. حركه كده او كده مش كويس. الفلوس ما انحطتش في حسابي في البنك بكره الصبح هعتبر دي النهايه. ها؟ انت لا، ده حسبه بسيطه. اولادنا لا لقيت عايزين مبلغ وخدوه خلاص. ها؟ ما تشغليش بالك. ايوه يا انت. تفتكر لما رجال في الجباس يعرفوا مش هيحاولوا يبلغوا عنه الفلوس او يا برنس؟ ده مش واثق من تخطيطي ولا ايه؟ العفو يا ملك، هم مش اغبياء، عارفين ان اي حركه بغدر هتخلص على الجباس. بالمناسبه خلي الحرس لو حسوا باي حاجه يخلصوا عليه ويرموه في الجبل. ولو بلغوا البوليس؟ ما يقدروش، ما يقدروش ينكشوا على نفسهم. اولادنا اولاد الجباس بيشتغلوا في الممنوع يا حبيبي. ورجالتنا؟ يا راجل مش التران الالافيت دول اي واحد منهم بعشرة من الترام بتوعك، فاهم؟ جراسي برنس، انت نسيت العرقه اللي كلوها رجالتك لما حاولوا يهربوا من ناحيه الجباس؟ ولا نسيت الثلاثه اللي اتقتلوا من رجالتك وانت اللي رحت دفنتهم بنفسك في الجبل الاكبر قبل ما البوليس يحس باي حاجه؟ ولا انت مستني لما يكرروا اللعبه مع شكورتي؟ قول لي ايه شكورتي؟ بقول لك ايه؟ ما تسيبك بقى من العيال دي، ايه علينا الرجاله الجداد؟ لا صعب، عيال صايعة وحناشين وطمعين، ما احبش انهم يعرفوا ان احنا بنشتغل فيه ولا يطلعوا على اسرارنا. بس الجباس مش هيسكت. ازاي يعني؟ يعني انا بقول يعني شر بره وبعيد. لحسن يفكروا في حد من ولادك ولا ام ياسر ولا ام سالي ولا بس. انا هتصرف. سلم بيه مدير الفرع. ايوه يا سالم. ايه؟ الفلوس وصلت؟ التقيل في الحساب؟ جميل.
متشكر يا سالم بيه، مع السلامة. صباح الفل. صباح النور. أنا زاهر ولطفي. أهلا. صباح الفل. صباح النور. لو سمحت يا مصطفى، في ميعاد مع الدين. وخلي الترام بتوعك ياخدوا بالهم كويس. فاهم؟ اسمع، بقول لك إيه؟ خليهم يغيروا العربية اللي جابوه بيها. أيوه. فهمت؟ أوكي، مع السلامة. ايوه ايوه يا ستي. قولي لي بقى، ايه كنت عايزه تقولي ايه؟ انت مش هتسيبني اشوف حياتي بقى؟ على الاقل الحق الاقي حد يرضى يتجوزني، واجيب حته عيل من عليا الدنيا. ومهما تتجوزي ده حتى جواز ستره، شاور على اي حد من رجالتي وانا اجوزهولك. رجالتك ده ايه؟ مالهم رجالتي؟ ها؟ انت ناسيه ان احنا ابتدينا سوا سوا، انت عارف عني كل اسرار شغلي. ها؟ طب ما تتجوزني، ولا الست ماجي ملت اللي فضل منك. ماجي دي حاجة تانية خالص، دي غلبانة تحت الطلاق. رفض في حمام تيجي، تيجي يا حمام بالسلامة. ايوه شكرا. الاستاذ زاهر والاستاذ لطفي موجودين عندي حالا. خليهم يتفضلوا. حاضر. كل خطوة سلامة يا لطفي يا ابن بطني يا رب. نضارة اهي عشان تشوف التلفزيون وملاهم كمان. خد يا نور. عارف يا ابي لطفي، انا نفسي بقى يكون عندنا فيديو. بس كده من عينيا يا قمر. ايه الفيديو ده؟ بالراحة على حكي شوية. فيديو ده ايه؟ مش كفاية الحاجات اللي جابها دي كلها؟ لو كان عليا يا اما اجيب لك الدنيا كلها هفرش تحت رجليكي. حججني يا لطفي. السنه دي ان شاء الله يا اما تبقى حجه مقبوله بدم من شقاك وعرقك يا ابني. بس بقول لك ايه يا لطفي، لازم تزكي على كل قرش تكسبه يا ضنايا.
ان شاء الله حك حذاكي واتبع كمان انتهى.